هنا ما عليك سير السلاج يلا سير عانوبي يلا
جينا على بركة الله نكملوا الطريق ديالنا. كيما كتشوفوا بأن تلاقينا مع قناصة ديال الخنزير الكاري اللي عفوا كتعرفوا هاد المنطقة، وهاد الخنزير يعني كيسبب خسائر مادية للفلاحين ديال المنطقة، سواء من ناحية السمبار أحمر كيما كيقولوا في اللغة المحلية. هذا عملية القص نكملوا الطريق ديالنا. إذن الطريق كما قلنا قبل قليل، لأنها تعرف مجموعة من مطبات مليئة بمطبات وصخور، يعني فيها منشآت فنية ما ينقصها فقط هو التعبيد. نتمنى إن شاء الله من المجلس القروي ولا من المجلس الإقليمي ولا من أي متدخل يقوموا بتعبيد الطريق لأنها حيوية. المنطقة دابا اللي وصلنا لها هي منطقة كتسمى دوار ديال بوعلال. منطقة توجد أو دوار يوجد على الطريق الرابطة بين ميرلفتوا وطريق علم سيديرة، والطريق تؤدي إلى دوار الجامع. قامت الجماعة مؤخرا بإصلاحها، يعني بعد التساقطات الأخيرة تشاهدوا بأن شجرة كانت أعطت الثمار، أصبحت خضراء بعد تذوقها لطعم المياه التي طال انتظارها. هنا تيم جراد، هو تيم جراد مازال مستمرين في الطريق ديالنا، يعني حالنا واحدة جوج كيلومتر تقريبا من مركز ميرلفت. يعني على العموم الطريق المسافة ديالها لبين ميرلفتوا يعني هي قردان، يعني باش تلاقى مع القدرو اللي كاين في جماعة تربيعة الساحل، يعني كاين غير مسافة ديال 10 كيلومتر، يعني ماشي شي حاجة كبيرة بزاف، على أساس أن المسؤولين يقوموا بواجب باش تعبد هاد الطريق تكون متنفس للناس اللي كيجيبوا دورة من تربيعة الساحل باش يمشيو لهاد المناطق ديال القردان وسيدي راه إلى آخره. من عملية الحرث ما زالت مستمرة في هذه المنطقة، ما زال الناس كيحرثوا الحمد لله بعد أمطار الخير، فالناس أو الفلاحين تشجعوا قاموا بحرث الأراضي ديالهم كما كنشاهدوا الحالة هنا. نتمنى ما زال تستمر الشتاء إن شاء الله. ها قد وصلنا
الى القصبه قصبه ميرلخت المطله على جماعه ميرلخت. يعني اخر معرج ما قبل الاخير فقط وليس الاخير لان هناك معرج اخر حتى الوصول الى ميرلخت على بركه الله. نعتذر على ركاكة التصوير لأني أنا اللي كان بعدي فوق الدراجة النارية ما كانش معايا شي حاجة ياخد الجهاز باش يصور. ها قد وصلنا إلى ميرلخت. كنت منه إن شاء الله اما قريبا اننا هاد الطريق نشوفوها معبده وما تفرصوش فيها لا حنا لا الساكنه وخاصه الساكنه اللي كتضربها حتى هي يوميا. اذا هذه فقط هذا مقتطف فقط من الرحله اليوميه من ميرلخت الى مدرسه الضحاك. يعني الحمد لله مدرسة قريبة الناس ديال الضحاك لا عمرها دار والتلامس حتى هما في المستوى. نتمنى التوفيق والله يوفق لك العمل ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.